مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتي اللي بعرضها دائما على قناتي عشان تستفيدوا منها. هدفي الأول والأخير إن شاء الله رب العالمين إنكم تستفيدوا، تحصلوا على الفائدة، تحصلوا على المعلومة. في كتير ناس توصلها معلومات بس للأسف ما بيعملوا لها شير، ممكن ما في وقت، ما في إشي. إن شاء الله ولو واحد بيستفيد من هذه القناة أو من هذا الحلقة أكيد راح يكون في فائدة وبتعم. إذا وجدتوا إنه في فائدة من الفيديوهات اللي بعملها، ادعموني، اعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير، وأنا إن شاء الله رب العالمين هستمر بدعمكم وبوقوفكم معي. في ناس كتير مثلاً ما بيعجبها بعض الشغلات اللي بحطها، وهذا شيء راجع لهم طبعاً. أكيد مش كل واحد راح يعجبه كل شيء في المحتوى في القناة. أنا بحاول بأخذ من وقتي ومن جهدي ومن المعلومات اللي بدور عليها، ولكن أحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. خلينا نبدأ الموضوع اليوم، كيف توفر في فاتورة الكهرباء في مقاطعة أنتاريو. أجين، إذا أنت مش عايش في مقاطعة أنتاريو هذا الفيديو مش إلك، لأنه يمكن ما بعرف عن باقي المقاطعات، لكن مقاطعة أنتاريو في عندها شغلة اسمها، طبعاً كتير ناس بوصلها شغلات أجين ما بتعرف عن هذا الموضوع. مقاطعة أنتاريو في عندها برنامج لتوفير الكهرباء، أو في، خليني أشرحها من أول جديد يعني. أوكي، البرنامج الكهرباء في أنتاريو إله تسعيرتين. أوكي، في تسعيرة ثابتة لكل الأوقات، بحيث إنه أنت بتدفع فيكس، استخدمت بالليل، بالصبح، بالنهار، بالعطل، نفس السعر. وطبعا هذا السعر بيختلف من شركة لشركة، لأنه في عدة شركات كهرباء موجودة في أنتاريو. وفي سعر اللي هو سعر الذروة وسعر الوسط وسعر النهائي. طبعا كل بيت، في ناس مثلا بيستخدموا الكهرباء أكثر بالليل، في ناس بيستخدموا الكهرباء بالنهار أكثر. فعلى بناء على ذلك، في موقع مهم جدا عاملاه مقاطعة أنتاريو عشان تحسب أنت شو الأفضل إلك. أوكي، زي ما حكيت إنه في ناس عندها الأسعار بتختلف، بديش أحكي الأسعار لأنه يمكن بعد أسبوع يغيروها، يعني تعرفوا أنتوا بغلوا الأسعار دائما. بس في عندهم ناس زي ما حكينا أوف بيك بسموها، اللي هي هاي وقت ما قبل الذروة، اللي هو من سبعة مساء لسبعة صباحا، هاي بسموها أوف بيك. أوكي، اللي هو الناس معظمها نايمين. وفي ميد بيك اللي هو من اللي هو الظهيرة تقريبا، وفي أون بيك اللي هو الصباح من سبعة صباحا سوري هون بري صغير وعيني مش شايف. المهم الأون بيك اللي هو أغلى إشي بكون، هذا بكون من سبعة صباحا إلى أعتقد تسعة صباحا، وبعدين من الساعة أربعة للساعة سبعة I think، معلش عذروني. وبالوقت اللي بالنص بكون بسموه ميد بيك. أوكي، في ناس طبعا كل واحدة لها سعر. أوكي، الأوف بيك أرخص إشي، الميد بيك أغلى شوية. مثال الآن الأوف بيك 10 سنت ونص، الميد بيك 15 سنت، والأون بيك اللي هي 21 سنت وسبعة. فهو أغلى إشي الصبح، هذا لما بتصحى وبتعمل فطور وما عارف شو، لما ترجع من الشغل هذه التفكير إنه بدك تعمل غدا وعشاء وريفر، وهذا الوقت اللي بيكون فيه دائما الناس مشغولين. النايت بيكون الناس نايمة، فعشان هيك أنا طبعا. وبالويك اندز دائما سموها اوف بيك، يعني اي يوم سبت واحد تقدر تغسل، تطبخ بزياده، هذا كله بسموه اوف بيك. فهذا ارخص إشي. فمختصرا ارخص إشي انك تسوي كل الشغلات الكبيره عندك، غسيل، تنشيف، من سبعة مساء الى سبعة صباحا او على الويك اند. طيب هذا البرنامج الاول. في ناس بقول لك لا، انا ما بدي اوف بيك وان بيك، انا بدي تسعيره ثابته. كيف تحدد ذلك؟ هذا هو الهدف من هذا الفيديو. في موقع كامل
هحط لكم اياه الان واعمل لكم شير وورجيكم كيف تروحوا عليه. اسمه بيل كالكوليتر زي ما انتم شايفينه. هحط لكم هلا الموقع اللي هو OEB Ontario Electric Board or Electricity or Energy Board, sorry, Ontario Energy Board .ca OEB / calculator. راح تشوف هون في شيء اسمه بيل كالكوليتر، راح تدخل عليه اللي هو Ontario Energy Board زي ما انتم شايفين، موقع سهل جدا. بتدخل عليه، انا محضر الفاتوره تبعتي لانه بتحتاج الى اخر فاتوره عشان تشوف. اوكي طيب، بقول لك هون compare two prices بلا بلا بلا. احنا residential، تقدر تروح على small business. بدي اشوف quick comparisons او detail comparisons. اوكي انا بدنا نشوف الكويك هلا. اول سؤال بيسالك اياه اللي هو مين البروفايدر. مثلا انا اسمه هايدرو اوتوا. هايدرو، شوف ما بتقدر تكتب، خلينا ندور عليها. طبعا هون كل اللي موجودين في انتاريو، سوري مختار اي واحدة مش مشكلة. هايدرو وان، شوفوا بختلف من هاي، هايدرو اوتوا ليميتد هذا البروفايدر تبع شركتنا. اوكي هلا بدك تدور بالسمر ولا بالوينتر؟ السمر اللي هو من نوفمبر 1 ل الوينتر، سوري من نوفمبر 1 لابريل 30، والسمر من ماي 1 ل، خلينا نروح في الوينتر. خلينا نشوف التايم يو يوزد. اوكي طيب، اون بيك طبعا بالفاتوره بكون كله موجود اول الفاتوره فوق. انا مستخدم اون بيك 63 مثال. اوكي 63 كيلو وات، وميد بيك 40-47 ميد كيلو وات، واوف بيك زي ما انتم شايفين مستخدم اكثر شيء 183 كيلو وات. اوكي هلا هذا الرقم. اوكي حطيتهم حسب ما هو جاييني بالفاتوره. ستيب 4 بقول لك ذا بيلد سبيلينج بلو، هاي هون شوف اذا انا بستخدم النظام الاول اللي هو انا بستخدمه هلا اللي هو ثلاث اوقات delivery كذا كذا regulator charge، بدفع $75 بالشهر electric charge. اوكي مع $75. اوكي هلا اذا بستخدم النوع الثاني، اوكي هذا لانه ثابت. شوفوا الاسعار هون معطيك اياها 21.7، انا حكيت لكم 21.5، شايفين الاسعار تغيرت من، لا والله نفسها 21.7. المهم هون السعر ثابت 12.6 بغض النظر عن الوقت. الدليفري قديش كذا كذا كذا، هي نفسها طلعت 72. فانا اذا بنقل على هذا النوع ارخص لي من هذا النوع، زي ما انتم شايفين بوفر $3. في ناس بوفروا أكثر يا جماعة، خاصة إذا بيستخدموا on peak أكثر. خلينا أورجيكم مثلا لو أنا بستخدم مثلا 140 كيلو وات في الـ on peak، شوفوا الفرق. الفرق حوالي $11 تقريبا، $11 بين الـ 94 والـ 83. again كله بيعتمد قديش أنت بتستخدم. روح احسب لحالك وراح تشوف كل هذه المعلومات. طبعا في ناس للأسف كتير ما بعرفوا هذا الموضوع، حبيت انه اوصلكوا هاي المعلومة بحيث انكم تستفيدوا منها وتوصلكوا بوقت مناسب، لانه صراحة يعني اذا بتقدر توفر $10 انت بتحكي عن $100 بالشهر، اولادك اولى بالسنة، اولادك اولى فيهم. وهذه شيء حكومي، يعني هذه مسويها الحكومة، بس في ناس كثير ما تعرف عنه، في ناس تعرف عنه وناس لا. هذا الموقع قدامكم oeb.ca calculator. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة، اعذروني إذا ما استفدتوا، لكن الهدف الأول والأخير هو فائدة الجميع إن شاء الله. اعملوا سبسكرايب للقناة، اعملوا فولو، اعملوا شير،
مع أصدقائكم، وإن شاء الله نتمنى لكم كل الخير. سلام عليكم.